3 4 محلات على مستوى القاهرة بيصنعوا كيس الورق ده. بقالي 50 سنة شغال في مجال الورق والأكياس. أنا بحبها لأن ما فيهاش دوشة واستريحت، ما اتعلمتش حاجة غيرها. عمري 60 سنة، بقالي 50 سنة شغال في مجال الورق والأكياس. يعني كان جدي بيشتغل فيها وخالي وأخويا الكبير، يعني هو كيس بنفس المواصفات القديمة. بس جد عليه مثلا ده كان مكنة قص ورق طباعة. متجوز وعندي 4 أولاد. أولاد ما حبوهاش ليه؟ ما شغلة متعبة وأرباحها قليلة، وبعدين ما بقاش في طلب عليها من ساعة ما طلع النايلو، كل مدى الطلب بيقل عليها، برغم إن هي أضمن شيء بالنسبة للمواد الغذائية وأي حاجة بتتعبى فيها. اللي بتتباع في العطارين وللمقلة دول ما يقدروش يستغنوا عن الورق، عن الكيس الورق بالتحديد، يعني لأن التوابل لما بتتحط في الورق ما بتتلفش، وكذلك اللب والسوداني والحاجات دي ما تنفعش تعبى في بلاستيك. لا، ما الجزارين ما حدش بيستعملها غير خفيف يعني او قليل، لان في الخمس سنين اللي فاتوا بدا الطلب الناس تحس بقيمتها، وبدا الطلب يجي عليها. وبخصوص محلات السندوتشات والشاورما والحاجات دي بداوا يدوروا عليها. ما بقاش في عماله زي الاول، العماله بتاعتها كلها خلصت، والصنعه من ساعه ما طلع النايلو قضى عليها شبه انقرضت، يعني ما فيش الا يمكن اذا كانت محل زينا 3 4 محلات على مستوى القاهره بيصنعوا كيس الورق ده. انا بصنعه هنا بس بشتري الخامات من تاجر. الخامات ورق مستورد، كرافت بيجي من بلاد بره، بكر بيتفك، او ساعات بنجيب بديل بتاعه من الشركه مصري بتعمل في شركه اسكندريه لصناعه الورق. ما فيهاش يعني شبه ارباح في تصنيعها، اذا كان الكيلو فيه مصنعيه 4 جنيه بنبيعه مثلا في 5 جنيه بمصنعيته او صنع وتفصيل. وبدا يعني هي مشكلتها الوقت الحالي ان هي ما فيهاش عماله. انا حاولت مع العيال، انا عندي ولدين ما حبوهاش، يعني عندي ولد مخلص دبلوم وواد تاني في الثانويه ما حبوهاش. ليه؟ عايزه قاعده وكافيه. بصي انا ظهري انحنى وانا قاعد في من شغل عليه عشان اعرف اعمل شغل، انتج، اعمل. هو كيس امن يتحط فيه اي حاجه ما تتلفش، يعني حتى لو حطيتي خضره ودخلتيها في الثلاجه بيه تفضل متحفظ عليها. حطيتي توابل، عطاره، فلفل، كمون، الحاجات دي وهي في الكيس الورق استحاله تسوس او يجرى لها حاجه. ويمكن اذا كانوا هم بيشتغلوا حاليا في النايلو على اساس ايه، الكيلو بيعد قد الورق مرتين ثلاثه اربعه، ما هي المكنه مش هتعوز عماله، ممكن تصنع لها 300 كيلو كل يوم. تحطي بكره والناحيه الثانيه تطلعها كيس، يا دوبك هتظبطي المقاس اللي انت عايزاه. الايام اللي جايه، السنين اللي جايه لو في عمر، كلها على الكيس الورق، لان المستهلك نفسه عارف قيمة الكيس الورق وعارف أخطاء الكيس النايلو واللي بيعمله في المواد الغذائية. بس هو كله غصب عنه، ما عندوش بديل. بالنسبة له مثلا ايه، كيس النايلو كيلو البلاستيك بيعد قد كيس كيلو الورق مثلا مرتين ثلاثة، فهو بيفضل ايه، بيبقى بالنسبة له أرخص من الورق. لما تجيبي كيلو كياس ورق وكيلو كياس نايلو تبصي تلاقي النايلو عدى 3 أضعاف الايه الورق. وفي مثلا زي ما بقول لك كده أغلبيته كله بيدور على البلاستيك والنايلو والحاجات دي، لان ايه، لولا وجود العطارين وانا قريب منهم هنا في سوق العطاره كان برضه ما كنتش استمريت. او بمعنى اوضح، كون ان انا صاحب المكان وبعد اشتغل بايديا ده بيساعدني على الايه، على الاستمرار. انا بحبها لان ما فيهاش دوشه واستريحت، ما اتعلمتش حاجه غيرها. وقبل ما افتح الدكانه حاولت في كذا صنعه وفشلت ورجعت لها، وانا مستريح معاها لانها ما فيهاش دوشه ونظيفه وهاديه زي ما انت شايفه كده.